500 ليرة سورية البنك المركزي، رأس الحصان ونادرة أيضا ومرمزة أو مرقمة على أرقام أصفار في عام 1958، وقيمت بمبلغ 2000 دولار. قيمت بمبلغ 2000 دولار، ويجب أن تكون مصفرة على أرقام أصفار. هي نادرة عملة أردنية دينار واحد في عهد الملك الحسين ابن طلال عام 1969، وفي ظهر العملة صورة القدس، وهي مصنوعة من الفضة وقيمت بمبلغ 300 يورو، يعني تساوي الكثير. عملة أردنية هي تساوي 300 يورو، مصنوعة من الفضة. هذا تقييم شركات التقييم الكبرى. 100 فلس عملة البحرين، عملة البحرين، مجلس نقد البحرين عام 1964، ولقبت بعملة القوارب، وألوان طباعتها ممتازة، وقيمت من شركات التقييم بمبلغ 300 دولار. هذه العملة قيمت ب300 دولار، ولقبت بعملة القوارب لأن مرسوم عليها قوارب كثيرة. دولة السودان عملة جنيه واحد، بنك السودان عام 1965. أراضي النيل والفلاح وعلامة الجمل المحمل، وقيم من شركات التقييم بمبلغ 100 دولار. العملات السودانية تقييمها قليل نوعا ما، ولكن في عملات قديمة منها مقيمة، سأعرض عليكم بمبالغ طائلة. ريال واحد سعيدي سلطنة مسقط وعمان، علامة السيف العماني عام 1970 إلى 1974، وبإشراف بريطاني، شركات بريطانية كانت هي مستولية وتنتج هي العملة، وهو من الورق الخام الجيد جدا، وكان أول إصدار في البنك الجديد لهم، وقيم بمبلغ 300 دولار. وممكن تبيع أي عملة معاك على المواقع دي، زي السوق المفتوح على بابا كان بكام، سوق أوليكس، أمازون. ممكن تنزل القاهرة سوق ديانا بجوار سينما ديانا كل يوم سبت، الإسكندرية كافيه صيام، محطة مصر كل يوم أربعة، ممكن في المنصورة في الشيخ حسنين، ممكن في طلخة. لو أنت مش من الأماكن دي اكتب في جوجل شركة فصل للشحن واجي بحري، ولو واجي إبلي اكتب شركة رابيدو للشحن، وفي جروب فيكتوريا جميل جدا للعملات النادرة والتذكارية النوادر والطابع وكل شيء، وفي برضه جروبات للتقييم والبيع المباشر وقام عليها بالمزادات بالجيميل بتاع. في كل شيء موجود في الفيديو، بس تابع انت كويس واعرض حاجتك على المواقع دي كفاية. جرب كل حاجة، جرب وبيه، اعرض على المواقع دي، اعرض على الجروبات دي، جرب. محدش قالك لا، انت مش هتخسر شيء خالص، مش هتدفع فلوس ولا هتدفع حاجة، مش هيكلفك الا 3 دقايق وخلاص. واعرض كل حاجتك قديمة جديدة، كل شيء هيتباع، بدل ما يشوفك واحد واثنين وثلاثة، لا يشوفك الوفات وملايين.